السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة القصيرة التي تخفي وراءها دروسا وعبر غالبا ما تكون ذات تأثير عظيم على القارئ، بل قد تنزهل حقا ممن يمكن لقصة لا يتجاوز طولها 200 كلمة أن تتركه في نفسك من أثر. إن كنت من محب القصص القصيرة وتستمتع بالعبر التي تتضمنها، فمقالي اليوم مخصص لك، إذ جمعنا لكم فيه أفضل 3 قصص ذات عبرة عميقة. بعض هذه القصص قد تكون بسيطة جدا في الواقع، قد تكون من البساطة بمكان لدرجة أنها غالبا ما تحكى للأطفال، غير أن الرسالة من وراءها تبقى على الدوام قوية ومؤثرة. القصة الأولى: الرجل العجوز في القرية. يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس الناس على وجه الأرض، حتى أن كل سكان القرية سئموا منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوما دون أن تراه في مزاج سيء، وكلما تقدم به السن ازدادت كلامه سوءا وسلبية. كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه. لقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن وفي أحد الأيام، وحينما بلغ العجوز من العمر 80 عاما، حدث شيء غريب، وبدأ إشاعات عجيبة في الانتشار: الرجل العجوز سعيد اليوم، إنه لا يتذمر من شيء، والابتسامة ترتسم على محياه، بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت. تجمع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: ما الذي حدث لك؟ وهنا أجاب العجوز: لا شيء مهما، لقد قضيت من عمري 80 عاما أطارد السعادة بلا طائل، ثم قررت بعد أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي وحسب. لهذا السبب أنا سعيد الآن. العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة: لا تطارد السعادة، بدلا من ذلك استمتع بحياتك. القصة الثانية: الرجل الحكيم. يحكى أنه كان رجلا حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنه كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى ثئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق قص عليهم النكتة ذاتها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثم ما لبث أن قص الطرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد. عندها ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة المستفادة من هذه القصة: القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة. أتمنى أن تحوز إعجابكم هذه القصتين، وتابعوني لكي تستمعون إلى قصص تأخذ منها عبر مستفادة، وأتمنى أن ألا يلاقي هذا إعجابكم. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.